السلام عليكم وعليكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي ومتتبعات ومتتبعي قناة موروكان كرايم تي في، الجريمة المغربية في المغرب وخارج أرض الوطن في كل بقاع العالم. اليوم غادي نهضروا على ديك العصابة ديال الاختطاف والاحتجاز والابتجاز اللي تم التفكيك ديالها البارح 3/18/2022، وذلك من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وهذا المكتب تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية BMPG. تم التفكيك ديالها البارح 3 كما قلت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالDST. الفيديو غادي نتناولوا فيه هذه العصابه، شحال عدد الافراد ديالها، كيفاش تجمعوا، كيفاش تطيح واحد الضحيه، وكيفاش حتى طاحت هي وتم التفكيك ديالها. الفيديو غادي نخصصوه من باب الاخبار فقط بلا ما نعطيو اي تفاصيل دقيقه، حيث الملف مازال في البحث التمهيدي ومحاط طبعا بالسريه اللازمه، ومفروض حتى حنا نحافظوا على هذه السريه باش ما نضيعوش المجهود اللي كيبذلوه العناصر الامنيه في التحقيق ديالهم اللي مازال جاري من البارح 3، ويقدر يستمر بتمديد الحراسه النظريه ديال المتهمين اللي تم الايقاف ديالهم. هم 7 ديال الاشخاص، فيهم شي حارس امن بوليسي خدام في ولايه امن كازا الدار البيضاء، وكاين فيهم شي واحد مبحوث عليه على الصعيد الوطني لارتكابه افعالا جرميه كان مطلوبا للعداله بشانها. هادو 7 بهم يشتبه في تكوينهم عصابه اجراميه تورطات في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفه كينظمها القانون والمشاركه في ذلك، وايضا اخفاء اشياء متحصله من الجنايه. هذه هي التهم اللي كتحقق الشرطه القضائيه معهم على ودها. الحكايه يا ساده بدات من اللي استدرج 5 منهم، 5 من هاد العناصر استدرجوا شي واحد خدام في صرف العملات الاجنبيه، صراف يعني كيصرف الفلوس الدولار واليورو بطريقه غير مشروعه، اتصلوا به ودخلوا معه في مفاوضات قبل ما يتفقوا معه باش يصرف لهم شي عملات رقميه من صف بيتكوين. هذا غير اتفاق وهمي باش يستدرجوه ويشدوه ويحتجزوه ويبتزوه بعد ما انتحلوا صفة موظفي شرطة باش يخوفوه ويدفعوه يكح يعطي اللي عنده، او من اللي يفتشوا له دارو يديو الشي اللي يلقاوه. ضحية شدوه في منطقة مدارية ضواحي كازا واحتفظوا به باش يبتزوه وياخذوا له الفلوس، وهذا اللي اكدوا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ستراتو اليوم الأربعاء في شأن هذه العصابة الإجرامية اللي تم التفكيك ديالها في بداية الأسبوع. هذه معلومات أولية ديال البحث اللي مازال مستمر، وأكيد يقدر يطيح عناصر واحدة أخرى يقدر تكون عندها علاقة بتوقيف الضحية والابتزاز دياله. والبلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني كيقول باللي الأبحاث والتدخلات الأمنية مكنات من ضبط المشتبه فيهم 5 بهم في حالات تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية في دار الضحية بمنطقة دار بوعزة ناحية كازا باش يديو له الفلوس اللي كاينة تما. ناس خططوا داروا ريوسهم بوليس، مشاو مع شدوه، مشاو مع أهل الدار، فتشوا له الدار. المفاجأة هي اللي غادي تكون وغادي تحصل بعد التدخل الأمني. الناس اتفقوا ما بيناتهم كما قلت وداروا خطه وشدوا السيد وداوه لدارو في دار بوعزه باش يفتشوها ويديو ديك الفلوس اللي جمع من عمليه تحويل يعني في الصرف، يشتبه في كونها غير مشروعه. شفتوا علاش قادين هادو دايرين سيناريو ما يطيحش على بال حتى على بال اخطر المجرمين في العالم. عرفتوا الخوت شحال حجزوا مصالح الامن بعد القيام بعملية التفتيش في إطار هذه القضية، خاصة في دار ديك السيد الضحية المفترض؟ شحال يقدر يكون المبلغ في نظركم؟ كل واحد فيكم يدير في دماغه شي مبلغ،
ويقارنوا مع هذا اللي غادي تسمعوه وتكتشفوه كما كشفوا عليه البوليس اللي داروا هذه العمليه. مليار و148 مليون سنتيم من العمله الوطنيه، ومليار و148 مليون ريال اللي حجزوا ميزانيه صحيحه اللي لقاو في دار ديك السيد اللي شدوا هاد العصابه وداوه لدارو في دار بوعزه باش يفتشوها. نزيدكم الله بركه. بلا شك تصدمتم، اما المتهمين الخمسه بعد التفتيش ديالهم فلقاو عندهم 4 ديال الطوموبيلات وموتور والتليفونات طبعا، وفي شي طوموبيل لقاو جوج سيوفه وباكيه ديال الليغات. يقدر يكون يعني هاد الليغات كانوا كيستخدموهم في مختلف العمليات الاجراميه ديالهم اللي غادي يكشف عليها البحث الجاري مع العناصر كلها. هاد الموقوفين بخمسة بهم تم الاحتفاظ بهم على الحراسة النظرية لفائدة البحث اللي أمرت به النيابة العامة، وما كانوش غير بوحدهم اللي عندهم علاقة بهاد القضية، حتى خاين ديك البوليسي اللي تشدوا الخطيبة ديالو أيضا حتى هم تشدوا جاري البحث معهم طرف بين بي جي باش تعرف واش عندهم شي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتخطيط لتنفيذ هذه العملية الإجرامية. تلك التحية المفترض في هذه القضية اللي لقاو عنده ديك المبلغ كامل تم الوضع ديالو تهو تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي اللي كتشرف عليه النيابة العامة المختصة باش تحدد الظروف والملابسات والخلفيات ديالها القضية وترصد العناصر الأمنية لارتباطات ديالو والتقاطعات المحتملة بجريمة قتل غسل الأموال. يقدر يكون السيد كيغسل الأموال والله أعلم، وهذا هو اللي غادي نصب عليه أيضا البحث ديال البوليس. البوليس كيحقوا معاه باش يعرفوا منين جاتوا ديك الفلوس كلها، واش كيصرف العملة بشكل قانوني أو لا، وباش يكشفوا أيضا باش يكشفوا على مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية والمسارات الصرف ديالها بشكل غير مشروع كما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني. شكرا عزيزتي أعزائي على التتبع ديال الفيديو حتى الاخر، وانتم مشكورون على ذلك، ونتمنى نكون وفيت نعطيكم جزء من المعلومات المفروض تعرفوها بخصوص العصابة المختصة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، وملي غادي تبان الحقيقة كاملة غادي نرجع ان شاء الله لهذا الموضوع حيث هو موضوع وقصة مثيرة. والى فرصة لاحقة، دمتم اوفياء للقناة ودامت لكم الافراح والمسرات، ويبعد عليكم كحل الراس بنو ادا كما كنقول لكم دائما، بعدوا الجريمه ما فيها حتى شي افاده، بعدوا عليها قدر ما استطعتوا، ماشي غير في الجرائم اللي الدمويه اللي كنجيبوا بعض المرات، حتى في الجرائم اللي متعلقه بغسل الاموال وما جاور ذلك. والى لقاء اخر مع فيديو اخر، دامت لكم الافراح والمسرات.